الشمس أنطف طوال الخواك أنطف طوال الخواك بس تبقى محروقة وبالليل أصعد غمار. صدقني والله وربي شاهد علي أنه الشيء الوحيد اللي تخيلته تخيلت 38 مليون عراقي أنه لو دخلت الكرة المرمى شلون راح يفرحون. هذا الشيء الوحيد اللي تخيلته. فرحت ناس إش كثر فرحت ناس إش كثر بس روحي مغروقة. سبحان الله خسر اسمه خسر مكانه خسر سمعته يعني في بعض الأوقات حتى العرب تعرف في الأمور حتى التجارية يقول لك المكان اللي جابك الرزق بلاش تبدل فيه بلاش تغير فيه. العقلية رأي مشتركة من الشمال إلى الجنوب للشرق للغرب. لماذا تغير المكان يا ولدي؟ لماذا تغير المكان يا ولدي؟ الآن قد أهديك أغنية عبر الإيميل أقول لك وتقول يا ريتني لم أغادر ذاك المكان ولكن خلقت لتكون بلا هدف ثالث. لا بد من هدف ثالث. كرة بتتحول الآن من مستحيل مستحيل. الحلم يتحقق الحلم يتحقق. كانت كابوسا ما حدث كانت كابوسا.